الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر نجوى الذين ظلموا ولا هذا إلا بشر مثلهم وبدروا نصروا عند البصيرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قال ادعوا من تراه بل هو شاعر أن يأتينا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبله من قرية جعلك أبا بأمر وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم واسألوا على ذكر إن كنتم تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد وأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا مبينا فيما قد تعلمون ونصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا فلما عصمسنا إذا منا يرقدون لا ترقدوا ورجعوا إلى ما أتلفتم به مساكنكم لعلكم تصلحون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم مصيرا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لهم أردنا أن نتخذ لهم واتخذناهم من دون إن كنا فاعلين. ولكم الويل مما تصفون وله من السماوات والأرض ومن عندهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون عن التعلمانية من الأرض ومن شرور لو كان فيهم آلهة لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسألون ما يفعلون يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هلك من عبادكم من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لا يسبقونها بالقول وهم يبيعون بأمرهم يعملون بين أيديهم وخلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى